كل حقيقة تمر بثلاث مراحل، أولاً يسخرون منها، ثانياً تهاجم بقوة، وثالثاً يتم قبولها كحقيقة. عبر التاريخ حضارات كثيرة تساءلت عن شكل كوكبنا، مبتكرين نظريات مبنية على مستوى معارفهم. وحتى الآن العلميين حول العالم يتساءلون عن حقيقة تكور الأرض، لأنه حتى لو هذه الأفكار قدمت على أنها حقيقة، فهي لا تحتوي على أدلة ثابتة علمية بخصوصها. كل شيء بنيت العلوم عليه في حد ذاته هي فقط أدلة، ولكن الأدلة ليست إثباتات. من أجل وضع نور من المعرفة على الشكل الحقيقي للأرض، باحثين من داكيلا ومركز زوغورت التكنولوجي، والذين انضم إليهم باحثين آخرين في بحث مستقل انتهى بعد 7 سنوات، باحثين عن أدلة علمية نهائية تثبت أنها كروية أو لها شكل آخر. في عام 2011 باحثين من داكيلا ومركز زوغورت التكنولوجي، باحثين عن أدلة علمية نهائية تثبت أنها كروية أو لها شكل آخر. احتاج الباحثون لتحضير وعمل تجارب عديدة وجمع بيانات في أماكن متعددة حول العالم. كذلك خبراء عديدين تمت استشارتهم حول إمكانية أن تكون الأرض غير كروية، كما هو معروف للبشرية كلها الأرض شكلها كروي. وكجغرافي ورسام خرائط، بالنسبة لي لا يمكن أن أتقبل فكرة أن الأرض غير كروية. كل هذه المعارف هنا وتصورات فكرية للإنسان وعمله، اتجاه هذه القوانين هنا هي ثابتة بالنسبة لهذا النموذج. هي فكرة تتناقض كلية مع المفهوم الحالي لكروية الأرض. هذا صعب، كمهندس أتعامل مع العلوم الدقيقة، هذا ما تعلمناه منذ الصغر مع هذه المفاهيم. صعب علينا أخذ رؤية جديدة لهذه الحقيقة المرسخة منذ الصغر. لأن الدراسة تكون حصريا على هذا النموذج، الصراع هو كبير، لأن كمية التكنولوجيا والمعارف العلمية هي لإثبات ولتضمن صحة هذه الأفكار. كروية الأرض بالمعادلات الرياضية يتم العمل بها في الطيران وعلم الفضاء والأقمار الصناعية، كلها تم وضعها بهذه المعادلات وبينت أنها تعمل. الماء لا يمكنه الخروج عن الأرض، لأن هناك قوة مركزية تسحبها إلى مركز الأرض وهي الجاذبية. هذا جعلنا نفكر أن جاذبية الأرض ليست في مركزها، لهذا أقول إنها فكرة صادمة. إذن لو تعاملنا بالأشياء المطلقة من التاريخ الماضي للأشياء، هناك نظريات كثيرة تم إثباتها علميا. هذا صعب، وحين تحطم هذه الأعمدة هي متصلة ببعضها البعض، والشيء الذي يحمل هذه الشرية هي هذه الأعمدة من المعارف.
إذن حين تحطم عمودا من هذه الأعمدة أنت هكذا تفكك القاعدة التي تعتبر حقيقة علمية، بينما معارف الأرض كلها مبنية على هذه المعلومة، فأنت تحطم النموذج هكذا ويحدث اختلال توازن كامل للناس. أنا جاهز للاعتقاد بأن ما أعرفه ليس كافيا ولا قيمة له. وأرناردر وباحثين من داكيلا ومركز زيغورت التكنولوجي قيموا كل الاحتمالات للقيام بتجارب علمية من أجل العثور على إثباتات تحدد حقيقة شكل الأرض. قمنا بالعشرات من التجارب وسنقدم منها 7 فقط لأنها كانت كافية لإثبات شكل الأرض. استخدمنا طريقة إعادة التقييم لأن النتائج بها تكون أكثر دقة. التجارب: تجارب السفن وخط الأفق. أغلب تجاربنا أقيمت على الماء لأنه يمثل 70% من سطح الأرض. التجارب العلمية الأولى المختارة كانت لتحديد انحناء خط الأفق على مستوى الماء. دعونا نختبر أهم التجارب لكروية الأرض، وهذا الاختبار حسب شكل السفن وبعدها عن الشاطئ لنعلم بدقة إن كان هناك انحناء للأرض. كلما قلت الرطوبة في الجو كلما استطعنا الرؤية بعيدا، وكلما زادت الرطوبة الرؤية تتبدد وتتشوه. إذن الأماكن التي يجب اختيارها لعمل الاختبار يجب أن تكون فيها الرطوبة منخفضة جدا، والاختبار سيثبت إن كانت فعلا الأرض كروية فالماء سيتبع الانحناء الأرضي. الموقع الأول الذي اختير لبدء التجارب هو لاغوا دوس باتوس في ريو غراندي دي سول. نحن في لاغوا دوس باتوس وهناك فريق لديهم تلسكوب بقدرة مرئية عالية، وسيتبع السفن التي سنراها لحظة بلحظة. الصورة سيتم تسجيلها أيضا بواسطة الكاميرا الموضوعة على حافة الشاطئ. لنبدأ الآن من خلال هذه المرحلة الجديدة للبحث، قاطعين مسافة 40 كيلومترا عبر البحيرة محاولين الإثبات للناس أن المنطقة مستقيمة ومستوية وأن هناك تسطح. وهذا هو الهدف اليوم. من بين الأهداف التي نريد تبيانها هو تسطح الماء، والذي سيطرح عدة تساؤلات حول كروية الأرض، ومهمة الطاقم الأرضي هو ملاحظة هذا الانزياح لوضع مخطط لتوليد صورة مرئية. الباحثين ركبوا تلسكوب نيوتني تم تصميمه خصيصا للتجربة، وبه كاميرا عالية الدقة مثبتة على عدسته لتسجيل كل العملية. الفريق استعمل أدوات متطورة لتحديد الأماكن لضمان دقة النتائج. نفس التجربة أقيمت في أماكن أخرى. نحن هنا في جنوب فرنسا في شاطئ البحر للمدينة. وضعنا مع فريق بحث فرنسي وهم منسقين لجمعية اسمها مشروع عمل الطاقة هنا في فرنسا، محاولين إثبات صحة النظرية التي تبدو سخيفة. كانت لدي الفرصة للمشاركة في مرحلة هذا الاختبار المقام في أوروبا. سيكون تصوير للسفن لأبعد مسافة ممكنة من الشاطئ، وجدناها مهمة جدا. هذا الحظ لملامسة أحد المواضيع المثيرة للجدل، وأن نكون جزءا من هذه التجارب لتبيان شيء العلوم لا تقبله حاليا.
سيتم تصويرها بواسطة التلسكوب، وأيضا استعملنا كاميرا مثبتة على عدسته. هكذا يمكننا تصوير التجربة بدقة. هذه التجربة أقيمت أيضا في البرازيل في بحيرة تراس مارياس دام في ميناس جيناس. وفريق آخر قام بنفس التجربة في شاطئ سانتوس بسواحل ساو باولو. قسمنا الفريق إلى اثنين، فريق في الشاطئ والآخر على السفينة. اشترينا تلسكوب نيوتني واستعملنا أيضا محطة كاملة. نحن نسجلك هنا. هو عاد إذن. هم يبتعدون، لكن نقوم بالزوم عليهم. تجربة التلسكوب طويل المدى. تجربة تلسكوب أخرى أقيمت في بحيرة تيلي كاكا في البيرو. نحن هنا في جزيرة أمتاتي في بحيرة تيتيكاكا بالبيرو. سنصيب الهدف من هذه النقطة إلى كورديلا بلانكا، وهي في الحدود البيروفية والبوليفية، وهي على بعد 110 كيلومترات من هنا. إن كانت الأرض كروية لن نستطيع رؤيتها على بعد هذه المسافة. قيمة الانحناء الأرضي ستكون محجوبة بمسافة 237 متراً، ما يعادل بناية ب79 طابق. آلة التصوير لا يمكنها الوصول إليها، ولا يمكننا أبدا رؤيتها بالعين المجردة. لا يمكننا رؤية الجهة الأخرى، لكن بالتلسكوب يمكننا ذلك. من بين أهم النقاط في العالم والتي تثبت كروية الأرض هو هذا المكان. مع الفريق الذي يمكنه رؤية الجهة الأخرى لشاطئ البحيرة من خلال التلسكوب. لنعد إلى تجربة السفن. الباحثين وجدوا أنه بعض الأحيان وبعد تتبع السفن بالعين المجردة تبدأ في الاختفاء بعد خط الأفق. أولا جسم السفينة، بعدها سريعا السفينة تصبح غير مرئية، وفي الأخير القمة تنزل لأسفل حتى تختفي تماما. وهذا ما تفسره نظرية كروية الأرض. حتى تصل السفن إلى مسافة معينة لا يمكن للعين المجردة أن تراهم. فهل هذا يعني فعلا أن الأرض كروية؟ تجربة الأمواج الإذاعية. تجربة أخرى أقيمت باستعمال موجات الراديو. الفرق تم فصلها بمسافة 14 كيلو مترا للجهة المعاكسة للبحيرة. مستعملين معدات الراديو، استعملنا هوائيات وترددات عالية. الهوائيات المقعرة تركز ترددات الأمواج، وكل واحدة في اتجاه الأخرى. في نقاط مختلفة
كل هوائي يستقبل ويرسل موجات الراديو في نفس الوقت، وأي عائق بينهما سيعيق الاتصال. تم وضعهم بدقة وتم توجيههم لإقامة الاتصال. الهوائيات تم وضعهم على ارتفاع 1 متر من سطح البحر وعلى بعد 14 كيلومترا. في هذه المسافة الانحناء الأرضي في النموذج الكروي سيعطينا عائقا بعلو 3.84 متر، ما يعادل منزلا بطابقين، وهذا ما سيعيق الاتصال. فهل الباحثين توصلوا إلى اتصال؟ تجربة الليزر. هي تجربة أخرى تمت إقامتها، كانت لقياس مدى تسطح الماء باستعمال الضوء، والباحثين اختاروا استخدام أشعة الليزر لأن أشعتها الضوئية تنتشر على خط مستقيم ويمكنها الوصول لمسافات بعيدة دون أن تفقد قوتها. تجربة الليزر اعتمدت على فريقين متواجدين على أماكن مواجهة لبعضهم البعض. فريق يطلق أشعة الليزر موازية لسطح الماء باتجاه الفريق الآخر. في النموذج الكروي للأرض سيكون مستحيل رؤية شعاع الليزر في الجهة الأخرى بسبب الانحناء الأرضي الذي سيكون عائقا لمسار الشعاع. وعلى العكس إذا كانت الأرض ليست كروية وأن الماء لا يتبع الانحناء، سيكون من الممكن رؤية الليزر في الجهة الأخرى لأنه لا يوجد أي عائق أمامه وفي مساره. ومن أجل نتائج فعالة لهذه التجربة بالليزر، تمت إقامتها على مسافة كبيرة لعشرات من الكيلومترات، لأنه كلما زادت المسافة كلما زاد الانحناء الأرضي بين النقطتين في النموذج الكروي، وهذا ما سيمنع شعاع الليزر من الوصول للجهة الأخرى. في إيجاد معدات قوية قررنا تصميم وصنع معداتنا الخاصة بقوة كبيرة يمكنها أن تصل لمسافات أكبر من المعدات التي تباع في السوق. الجهاز يرسل أشعة متعددة للضوء وصممت لتصل للهدف دون أن تتوسع، وهي تتركز على الهدف المتواجد في الجهة الأخرى. نقطتان تم اختيارهما في سواحل ساو باولو، واحدة على شاطئ كارو واتيتوبا والأخرى على شاطئ إيلا بيلا. الفريق حضر المعدات خلال المساء للقيام بالتجربة ليلا. الأجهزة تم وضعها على ارتفاع 1 متر فوق سطح البحر وموجهة اتجاه الفريق الآخر المتواجد في الجهة الأخرى. اللوحة البيضاء أو مستقبل الضوء تتواجد على ارتفاع 1 متر فوق سطح الماء، والمسافة هي 15 كيلومتر. بعد أن تم تجهيز المعدات حان وقت البدء في التجربة. ثلاث واربعون درجة جنوبا، هذه هي لحظة الحقيقة. إن لم تتم ملاحظة الضوء في الجهة الأخرى للشاطئ سيكون إشارة على أن الأرض كروية. أسفل، حاول أن تنزل أسفل لأكثر. حسنا، الموقع صحيح، حاول تسويته الآن. قليلا بعض الشيء، قليلا. فهل شعاع الليزر وصل للنقطة المتواجدة في الجهة الأخرى؟ وهذا ما سيشكك في نظرية كروية الأرض. الخطوة التالية للفريق
هو إعادة نفس التجربة لمسافات أكبر. ولتكملة البحث ببحيرة تيتيكاكا تم اختيارها وهي بين حدود البيرو وبوليفيا. فريق كان في مدينة هولي بالبيرو والفريق الآخر على شاطئ كوبا كابانا في بوليفيا. بحيرة تيتيكاكا عرضها 65 كيلومتر وطولها 165 كيلومتر. ناس آخرون يقولون بأن البحيرة بها تموجات وهذا غير صحيح، مستواها مسطح وهي عبارة عن مرآة. هنا في البيرو إن رأيت مثلا على بعد 30 أو 40 كيلومترا البحيرة تبدو مسطحة. فهل سيستطيع الباحثون إثبات أن بحيرة تيتيكاكا مسطحة؟ وصلنا للموقع هنا في هذه الجهة في الأسفل هناك في مركز العرض تتواجد مدينة كوبا كابانا. بالنسبة لي وما نراه هنا نظرية تسطح الماء هي مقنعة جدا، لكن سنحاول إيجاد أدلة أكثر ونحتاج لنتائج أكثر. نحن الفريق الثاني، الفريق الأول هم في مدينة هولي كذلك على شاطئ بحيرة تيتيكاكا، إذن نحن على نفس المستوى مثلهم تماما. الفريق الأول هم على ارتفاع مترين فوق سطح الماء ونحن هنا على ارتفاع متر فاصلة 35 فوق رمل الشاطئ وتقريبا بمتر فاصلة 40 عن مستوى سطح الماء كما ترون هنا. الفرق في مواقعهم الآن وكل المعدات تم فحصها والتجربة تبدأ. بعدها تم إطلاق الليزر. فهل سيكون الليزر مرئي في الجهة الأخرى؟ فهل ستثبت استواء وسطحية الماء؟ تجربة غير سابقة طورها الباحثون كانت بقياس الانحناء الجيوديسي بين البنايتين على بعد مسافات كبيرة مستعملين جي بي اس عالي الدقة. باعتبار أن الأرض كروية يجب أن تحدد بعد نقطة ما على الأخرى على مسافة معينة، هكذا يمكنك حساب وبدقة إن كانت الأرض كروية أم لا. إذا كان لديك مدينتين بعيدتين عن بعضهما ونأخذ بنايتين، واحدة جنوب المدينة وواحدة في المدينة الشمالية، هذه هنا في الجنوب وهذه هنا في الشمال، ماذا سيحصل إن قمنا بقياس المسافة هنا في قاعدة البناية؟ فإن كانت الأرض فعلا كروية فحين نقيس البنايات ذات العلو المتساوي يجب أن يكون هناك فرق في المسافة بين القمة والقاعدة. لتنفيذ تجربة الانحناء الجيوديسي بنايتين بنفس الارتفاع ونفس المستوى الأرضي تم اختيارهما وهما بعيدتان عن بعضهما البعض. قياسات الجي بي اس عالية الدقة كانت في القاعدة وفي قمة البنايات حسب نظرية تكور الأرض. المسافة المقاسة في القاعدة يجب أن تكون مختلفة عن المسافة في القمة، وهذا حتى ولو لبعض الأمتار، لكن إن كانت المسافة متساوية فهذا يثبت أن الأرض غير منحنية. وحتى تكون النتائج حقيقة بشكل جيد، مركز سي تي زي استدعى إنكرا، المعهد الوطني للاستعمار والإصلاح الزراعي، وهو من بين المنظمات الأكثر احتراما في البرازيل ومن بين الأحسن في العالم في مجال التوبوغرافيا.
مهندسين وتقنيي أنكرا التقوا بباحثين في مركز سي تي زي وداكيلا وقرروا تنفيذ التجربة والتي ستكون دليل أو لا لكروية الأرض. تحليليا سنرى إن كانت فعلا هذه الخطوط هنا متوازية مقارنة بهذه المسافة الأفقية بين النقطتين. على الأرجح فيما يتعلق بهذا الخط المتعامد مع خط القاعدة هذا، أعتقد أنه سيكون أكبر منه. في وجهة نظر التقنيين من إنكرا، القياسات ستكون مختلفة، فإن كان هذا صحيحاً، سيكون هذا من أقوى الأدلة على أن الأرض فعلاً كروية. البناية الأولى التي تم اختيارها هي في الشاطئ السياحي في ريو دي غراندي دي سول. البناية الثانية التي اختيرت هي في ناتال في ريو دي غراندي دي نورتي. المسافة بينهما تقدر بأكثر من 3000 كيلومتر ونفس الارتفاع على مستوى سطح البحر. هذا هو مستقبل إشارة الجي بي اس L1 L2 للقراءة من هذه النقطة، ومنها يمكننا عمل قراءة عمودية متعلقة بهدفنا. بعدها سنستعمل معدات أخرى، وهي محطة كاملة تقوم بقراءة الزوايا العمودية والأفقية. فما هي النتيجة التي حصل عليها مراقبو إنكرا بخصوص انحناء الأرض؟ التجربة الأخيرة. لتنفيذ آخر تجربة، الباحثين استدعوا أخصائيين مع بداية البحث للمشاركة ومرافقة هذه الاختبارات. باولو سيزار بارا مهندس مدني ومهندس جيوتقني ومتخصص في مشاريع السدود. هذا صعب علي كمهندس لأنني أتعامل بالعلوم، نحن نعتمد على هذه المفاهيم منذ الصغر، ومن الصعب أن يكون هناك رؤية أخرى لهذه الحقيقة المعروفة منذ الطفولة. مارو دياس جيوغرافي ورسام خرائط مختص في التصوير الأيروفوتوغرافي. كما هو معروف للبشرية كلها، الأرض شكلها كروي، وكجغرافي ورسام خرائط بالنسبة لي لا يمكن تقبل فكرة أن الأرض غير كروية. في ميناء جيناس بالبرازيل، الباحثين قاموا بتجربة الانحناء الجيوديسي على الماء، يرافقهم المدعوين. نحن هنا في سد تيريماري في محطة كهربائية، وعندنا فريق كامل. سنبدأ في التحقق في أفقية واستواء الماء هنا في السد، وهو خزان كبير يمتد لأكثر من 18 كيلومتراً. الاختبار يهدف إلى بمعنى كالآتي: السد له مستوى معين، لو قياسات الجي بي اس أعطت نفس المستوى فهذا يعني انعدام انحناء الأرض، فلو كانت القياسات مختلفة. لدينا جي بي اس للمسح الجيوديسي مثبت هنا، والمراقب الآن سيذهب للنقطة الأخرى ليأخذ نقطة أخرى حتى نبدأ عملية التثليث، وهكذا نتحقق من خلال هذه العملية أفقية واستواء سطح الماء. هذه النقطة الأولى للارتفاع فوق سطح البحر، وهي بقيمة 556 مترا، إذن يجب أن نصل لأكثر من 3 نقاط. هذه الأداة الجي بي اس للمسح الجيوديسي لدينا منه 2،
واحد مثبت هنا في هذه النقطة والآخر للنقاط الأخرى. لدينا ثلاث نقاط كلها فوق مستوى سطح الماء، ونحدد ارتفاع كل نقطة. دقة هذا الجهاز لقياس مسافة 10 إلى 20 كيلومتر هي تقريبا بعدة سنتيمترات. المهندس باولو سيزار بارا يراقب كامل التجربة بعناية تامة. حسناً، سنسجل الإحداثيات. نحن هنا في النقطة ب بمسافة 7.5 كيلومتر من نقطة البداية، ولدينا مستوى الارتفاع فوق سطح البحر بقيمة 556 متراً. فما هي النتيجة قياسات النقاط الثلاثة؟ فهل ستثبت استواء وسطحية الماء أو انحناء الأرض؟ التجربة باستخدام جهاز الليزر. الباحثين عادوا لسد تراس مارياس مع المدعوين والمراقبين لتنفيذ تجربة الليزر. نحن هنا في سد تيري ماريا محاولين تفسير العديد من الظواهر، وبما أننا منفتحين لكل الآراء فيجب علينا القيام بتحقيق بحث بتجارب عديدة لتفسير هذا. نحن ذاهبين للنقطة باء 18 كيلومترا من النقطة ألف في مكان تواجد الفريق الأول، وسنقوم بتجربة الليزر على هذه المسافة فقط للتحقق من انحناء الأرض. نحن هنا للقيام بتجربة الليزر الليلية في خزان سد تريس ماريا. يمكنكم رؤية السفن التي أقلتنا إلى هنا. هنا في البحيرة نحن على الشاطئ، وموقع الليزر هو هنا تقريبا بعلو 1.5 متر فوق سطح الماء، والليزر في الجهة الأخرى متواجد على نفس الارتفاع وبالضبط على علو 1.5 متر فوق سطح الماء. الطقس جيد ولا توجد ريح، والتي تدهور تبخر المياه وكذلك الرؤية. إذن الجو نوع ما بارد، وهكذا تبخر المياه ضعيف، وهذا جيد لعملنا. معدات تم وضعها والتجربة بدأت. كل التجارب انتهت ولحظة الحقيقة وصلت. النتائج: تجربة السفن وخط الأفق. فما هي النتيجة التي تحصل عليها الباحثون بخصوص تجربة السفن؟ الباحثون لاحظوا أنه أحياناً وحين نرى السفن بالعين المجردة تبدأ بالاختفاء خلف خط الأفق. أولاً جسم السفينة، بعدها سريعاً السفينة تصبح غير مرئية، وفي الأخير القمة تنزل لأسفل
حتى تختفي تماما. وهذا ما تفسره نظرية كروية الأرض. ملاحظة السفن بالعين المجردة، فالتصور الأول لنا أنها اختفت بعد نزولها خلف خط الأفق. حين تصل السفن إلى مسافة معينة، فمن المستحيل رؤيتها بالعين المجردة. في لحظة كنا محبطين نوعاً ما بتواجدنا هنا لإثبات كروية الأرض، لأنه بالعين المجردة يمكننا الحصول على هذه النتيجة. فهل هذا يعني أن الأرض كروية؟ مع فقدان الاتصال بالعين المجردة، حان وقت استعمال الوسائل البصرية في محاولة لرؤية السفن. إن بقيت السفن مرئية، فهذا يعني أنها لم تختفي وتنزل خلف خط الأفق. وكمفاجأة للجميع، السفن بقيت مرئية ولم تختفي. الباحثون وصلوا لنتيجة أن الصور الملتقطة بواسطة آلات تظهر بعض الظواهر البصرية. من خلال التجارب لاحظنا تشكل بعض الظواهر البصرية والتي نسبناها في البداية لتأثير فاتا مورغانا، وهو انكسار الضوء تحت الغلاف الجوي. هذه الظاهرة هي شائعة جدا في الصحراء. هناك السراب المعروف. السراب هو تأثير فاتا مورغانا. هناك تشكل للصور، صور افتراضية وصور غير حقيقية في نقاط خاصة. من خلال الملاحظات والبيانات المسجلة أثناء التجارب، كنا قادرين على تحديد أن الظاهرة البصرية كان لها نمط معين. بعد مسافات معينة نبدأ في التحصل على اختفاء للصورة. كلما زادت المسافة زادت محلال الرؤية. حين نفقد الرؤية بالعين المجردة نستعمل آلات بصرية، وفي هذه الحالة كان التلسكوب جيدا جدا والسفينة عادت للرؤية، فقد تبين لنا أنها صورة منعكسة، صورة انعكاسية فقط. تبين لنا أن الصورة الحقيقية اختفت وكان هناك انعكاس لصورة افتراضية، صورة مرآة معكوسة. عندما تكون زاوية وقوع الضوء على السطح أي الماء في هذه الحالة تميل إلى الصفر، هذا يحدث بسبب تأثير الانعكاس عندما يحدث انعكاس للصورة. هذه الظاهرة تم تسجيلها لأول مرة في بحيرة داس باتوس في ريو دي غراندي دي سول. أثناء البحث قلنا بأن كل مرحلة للتجربة هي مكملة للأخرى. بعد هذه الملاحظات للتجربة تبين لنا أن الآلات البصرية تضخم الظاهرة المرئية. في حالة استعمال التلسكوب النيوتني حيث معداته البصرية وتضخم لآلاف المرات الأشياء التي لا يمكن للعين البشرية رؤيتها. وهذا ما أدى إلى تضخيم الظاهرة البصرية التي شاهدناها أثناء التجربة. ولقد تعمقنا في الدراسة ويمكننا الإقرار بأن معظم هذه الظواهر البصرية والتي نسبناها لانكسار الضوء تعود ربما لتأثير فاتا مورغانا، وهي عملية لانعكاس الضوء على سطح بزاوية تميل إلى الصفر. وبفضل الملاحظات التي قمنا بها استطعنا إثبات نظرية فيزيائية جديدة والتي تفسر ظاهرة تأثير فاتا مورغانا من خلال وجهة نظر جديدة، وأطلقنا عليها اسم نظرية البصريات المطبقة على الظواهر المرئية. هذا الاستنتاج ساعدنا على تفسير ثلاث ظواهر نعلم بأنها تخيلات، وهي لماذا يبدو لك أن السفن تختفي نازلة خلف خط الأفق، ولماذا أولاً البدن يختفي ثم السفينة، ولماذا الملاحظ الطويل يرى أبعد. استنتجنا أن السفن لا تختفي وتنزل خلف خط الأفق، وأننا نفقد القدرة على رؤيتهم لنراهم بعدها بفضل ظاهرة بصرية. بهذه التجربة، وهي من بين أهم البراهين لنظرية كروية الأرض، وأن السفن تختفي خلف خط الأفق بسبب الانحناء
تم دحضها بالكامل. This is the first proof of the flatness of the waters. تجربة التلسكوب طويل المدى. من بين تجارب الرؤية لمسافات طويلة المنفذة من طرف التلسكوب والتي كان لها أثر كبير، كانت في بحيرة تيتيكاكا حين حاول الفريق تسجيل صور من على بعد 110 كيلومترات. الموقع تم اختياره لنسبة الرطوبة الضئيلة للهواء في أوقات معينة من السنة، وهو عامل أساسي للنتيجة النهائية. نحن نتكلم الآن مع قائد السفينة وهو من سكان جزيرة أوروس. هل بالإمكان رؤية الجهة الأخرى للبحيرة أم هذا غير ممكن؟ نعم هذا ممكن، لأن بحيرتنا نعتقد أنها مثل الطاولة. على أي مدى من الكيلومترات يمكنكم الرؤية؟ يمكنني الرؤية على بعد 50 أو 60 كيلومتر. رؤية عادية بدون نظارات ولا شيء؟ نعم نعم بدون أي شيء. بالتلسكوب الفريق استطاع تسجيل الصور لمسافة تفوق 100 كيلومتر، وهذا الشيء مستحيل جدا على أرض كروية، وذلك لأن الانحناء في هذه الحالة سيكون بقيمة 237 مترا، أي ما يعادل بناية ب79 طابق. هذه التجربة هي دليل آخر على أن الأرض يستحيل أن تكون كرة. تجربة موجات الراديو. ونتيجة تجربة موجات الراديو، الباحثين استعملوا هوائيات مقعرة موجهة، بحيث على نموذج كروي الاتصال بينهما يستحيل حدوثه، وذلك بسبب العائق الناتج عن الانحناء الأرضي والذي يساوي 3.84 مترا. لقد تحصلنا على اتصال. لقد تم الاستقبال. نعم لدينا ارتباط هنا. الآلة تستجيب. أستطيع التواصل بحاسوبك. لدينا بينج استقبال هنا. الاتصال والربط تم بنجاح. الإشارة التي أردناها يمكننا تصويرها واستطعنا إيجادها هنا. الاتصال تم، وهذا يثبت على أنه على بعد هذه المسافة يمكننا إقامة اتصال، ونعلم أنه أي تشويش بينهما لن يسهل عملية التواصل. تجربة موجات الراديو لم تكن لننقل غير عادية، لأنه وفي نفس الوقت أرسلنا من خلال هوائياتنا وحسب التصميم الكروي للأرض. بدأنا بالعمل مع عائق شبه تام لمنطقة فريسنل، وهي المنطقة التي تنتشر فيها موجات الراديو، وهذا يعرقل أي اتصال بين النقطتين. وعلى العكس، ومع فكرة الماء مسطح ومستوي، سيكون لدينا تقريباً 50% من منطقة فريسنل لا عائق فيها، وهذا ما سيسمح بالاتصال بين النقطتين ولو حدث اتصال متذبذب. هذا دليل آخر لتسطح الماء، ويدحض فكرة ونموذج كروية الأرض. تجربة الانحناء الجيوديسي للبنايات. وماذا عن تجربة الانحناء الجيوديسي التي نفذت على البنايات؟ القياسات تمت على قاعدة وقمة البنايات، واحدة في توريس دي غراندي دو سول والأخرى في ناتار ريو دي غراندي دو نورتي. بناء على نظرية كروية الأرض، مسافة قياس القاعدة يجب أن تكون مختلفة عن قياس القمة وحتى لبضع أمتار، لكن لو كانت القياسات متساوية فهذا سيبين أن الأرض غير منحنية.
تذكرون آراء مهندسي إنكرا قبل التجربة. من المحتمل أن تكون على علاقة بطول هذا الخط موازي لخط القاعدة. أؤمن بأنه سيكون أطول. نظراً لأن الأرض كروية، فتوقعاتنا كانت تميل لقياسات مختلفة. لكن حين تحصلنا على النتائج، قياسات القمة والقاعدة كانت نفسها ومتساوية، مما يبين أن البنايتين على مستوى مسطح واحد. وهنا زاوية الافتتاح حين قرأنا النقطة. هنا قاعدة البناية وأعلاها. وعند قيامنا بالحسابات هنا، وجدنا دائماً هذه المسافة هنا. وهنا أيضاً نجد دائماً نفس المسافة هنا. القياسات المتساوية للمسافات بين القاعدة والقمة يبين أن بين البنايات لا يوجد أي انحناء. وهذا أيضاً يدل أن الأرض شكلها ليس كروي. تجربة الانحناء الجيوديسي في الماء. في تجربة الانحناء الجيوديسي في الماء في سد تراس مارياس الذي يمتد على طول 70 كيلومتر، هنا النقطة الأولى، وارتفاعها فوق سطح البحر هو 556 متر. النقطة الثانية أيضاً أعطت نفس النتيجة، 556 متراً كارتفاع. إن كانت النقاط الثلاثة مختلفة، فالماء سيتبع انحناء الأرض. لكن لو كانت القياسات هي نفسها، فهذا سيثبت أنه لا يوجد أي انحناء، بل تسطح واستواء كامل للماء. والقياس المتحصل عليه للنقطة الثالثة فاجأ الباحثين. هنا أيضا تحصلنا على نفس القياس، 556 مترا كارتفاع. قمنا بتحليل البيانات المتحصلة عليها من طرف الأجهزة، وكل النقاط أعطت نفس النتيجة، نفس الارتفاع. وهكذا فالماء المتواجد بالسد هو مستو ومسطح. هذه النتائج تسقط نظرية كروية الأرض، لأنه وبناء على هذه النظرية فالماء يتبع انحناء الأرض ولا يوجد أي استواء في المنحني. القياسات الثلاثة للنقاط كانت كلها متساوية، ما يثبت مرة أخرى استواء وتسطح الماء، مما يثبت أن الأرض ليست كروية. تجربة شعاع الليزر. فما هي نتيجة تجربة الليزر؟ هل استطاع الفريق رؤية الليزر في الجهة المقابلة؟ نحن هنا للقيام بتجربة الليزر الليلية في خزان سد تريس ماريا، ونحن على شاطئ البحيرة، وموقع الليزر هو هنا تقريبا بعلو نفس الليزر المتواجد في الضفة الأخرى، بالضبط على علو 1.5 متر فوق سطح الماء. كما يمكنكم ملاحظته، الجهازان متصلان ببعضهما البعض على مسافة 18 كيلومتر. لقد قمنا بتجربة ناجحة اليوم،
وقد أثبتنا بأن شكل الأرض ليس بالشكل الذي تؤمن به العلوم الحالية. بما أننا على بعد 18 كيلومتر، لا يوجد أي اختلاف على مستوى سطح الماء. من هنا إلى غاية الفريق الآخر، هو نفس السطح المستوي بالضبط بيننا وبينهم. على بعد هذه المسافة، كان لابد أن يكون هناك عائق مرئي بسبب الانحناء بقيمة تساوي تقريباً 6.3 أمتار، واستطعنا استقبال إشارة الليزر من جهة الشاطئ الأخرى على مسافة 18 كيلومتر وعلى ارتفاع فوق الماء بمتر تقريباً. هذا اختبار نهائي، لا يوجد أي انحناء. ولضمان دقة النتيجة، الباحثين قرروا إجراء تجربة مفاجئة. مع بقاء الفريق في نفس المكان، شعاع ضوئي تم إشعاله ليروا إن كان بإمكانهم رؤيته في الجهة الأخرى في محل تواجد المراقبين الذين استعملوا محطة إجمالية. من على هذه المسافة، الانحناء الأرضي كان سيغطي 6.3 متر، ما يعادل بناية بثلاث طوابق. هل تراها فعلاً؟ أسفل الآن؟ أسفل؟ هل يمكنكم رؤيتها؟ أسفل؟ هل يمكنكم رؤيتها؟ أنا على مستوى الماء، سأبقى أسفل وأنت تقرأ الزوايا والإحداثيات. ارفعها حتى نرى وميضها على سطح الماء. ولكن مع سطح الماء، ولكن ما هو مقدار علوها بالأمتار؟ صفر. ها، إنها تتلألأ فوق الماء، صحيح؟ إنها مع سطح الماء، 10 سنتيمترات على الماء. حسناً، سأكتب الزاوية. انتظر ويلسون. خلال التجربة، الليزر تم إضافته بدون إخبار التوبوغرافيين. أراه، إني أرى خط ليزر الآن. لقد رأى خط الليزر، الضربة القاضية. قم بتخفيض ارتفاع الليزر. جميل، انتظر لحظة ويلسون، انتظر. الآن أرى الليزر. هل رأيت الليزر؟ ليس الآن. رأيته، لقد رأيته. اخفضه مرة أخرى. هل ترى الضوء؟ أرى الليزر هناك. هل لا زلت ترى الضوء؟ أرى الليزر هناك. هذا جيد، فقط دقيقة. مرحبا راندو، ما الذي يحدث هنا؟ يا رجل، انتهى الأمر، لقد فعلناها. وعلى مستوى الماء، كان هناك على علو مترين أو ما يقارب. حسنا، الآن كل شيء تم تدميره. الآن ولا شيء يمكننا عمله مجدداً. يمكننا الرحيل. نحن هنا مع التلسكوب، ولدينا استواء دقيق واستواء بصري، ومع توبوغرافي له معدات توبوغرافية استعملت لقياس وتحديد الاستواء والتسطح. إذا نحن هنا على بعد 18 كيلومتراً ومسجلة في الجي بي إس من الفريق في محل تواجد التوبوغرافي ومعداته. وأطلقنا شعاعاً ضوئياً، والتوبوغرافي استطاع رؤيته وهو على سطح الماء. الضوء الموضوع على سطح الماء تمت رؤيته بواسطة معدات التوبوغرافي المتواجدة على بعد 18 كيلومتر، والمهندس كان محتار من نتيجة التجربة. يمكننا الذهاب، صحيح؟ هذا دليل قطعي على أن الأرض ليست كروية والماء مستو تماماً. تجربة الليزر في بحيرة تيتيكاكا. ونتيجة تجربة الليزر التي تم تنفيذها في بحيرة تيتيكاكا،
إنها ترتطم بالتل. انظر هناك، إنها ترتطم بالشجرة هناك. لاحظ هذا، لاحظ هذا. هل أنت توجه الليزر أيضا؟ إننا نراه، إننا نرى ليزركم. هو فقط عال، عال جدا. انظر هناك، رأيته. هل رأيته؟ في هذه الجهة. لقد فعلناها، لقد عاد للظهور مرة أخرى. افعل هذا مرة أخرى. توقف، توقف هناك، أكثر، أكثر نحو اليسار. توقف، توقف. الضوء يضيء هنا، هو يتحرك هناك أيضا. هنا هو يضيء أي شيء. قمنا بالاختبار الأول، وليزر الفريق هناك تمت رؤيته هنا على قمة الشجرة والتي هي بجانبنا، والشجرة ارتفاعها حوالي 2.5 متر. إذن هنا سنبدأ فعليا تجاهل فكرة أن الأرض كروية الشكل، لأننا على بعد 35 كيلو متر من الفريق الآخر وعلى خط مستقيم مع الجهة الأخرى للبحيرة. وحسب نظرية كروية الأرض، هذه 35 كيلو متر عليها أن تعطينا اختفاء يقدر ب 23.98 متر. إذن التقاط الضوء سيكون مستحيلا جدا. النتيجة كانت إيجابية هنا، يمكننا رؤية ليزر الفريق الآخر ويمكنهم رؤيتنا أيضا، وهذا على بعد أكثر من 30 كيلو متر. إذن لا وجود لأي انحناء، تسطح تام، والبحث هنا كان ممتازا. هنا وحسب تجربة رؤية الليزر، الفريق الأول والثاني وعلى مسافة تقدر ب 35 كيلو متر، كان هناك تبادل لليزر غير عادي، وعلى هذه المسافة كان يوجب وجود قوس بعلو 24 متر. أي مستحيل لأي فريق منهما أن يرى الآخر، لكن كيف لشعاع ليزر منطلق من شاطئ إلى آخر بعيد عنه ب 35 كيلو متر؟ إن كان هناك أي انحناء بارتفاع 24 مترا حسب نظرية كروية الأرض، وأن أجهزة الليزر كانت متواجدة على علو 2 متر وموازية لسطح الماء. بحيرة تيتيكاكا عرضها 65 كيلو متر وطولها 165 كيلو متر. ناس آخرون يقولون بأن البحيرة بها تموجات، وهذا غير صحيح، مستواها مسطح، هي عبارة عن مرآة هنا بالبيرو. إن رأيت مثلا على بعد 30 أو 40 كيلو متر، البحيرة تبدو مسطحة. هنا أيضا دليل وإثبات قطعي لتسطح واستواء الماء، وهذا يقلب نهائيا الطاولة على نظرية الأرض الكروية. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة، مع تحيات قناة واقع اليوم Reality Today. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.